لن يكونوا آخر من تستقبلهم المراكز الطبية العاملة. فأعداد الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في تزايد، هم نحو 1,300,000 تقول منظمة اليونيسف. منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 26 مارس الماضي تضاعفت الأرقام بالنسبة لسوء التغذية. فعلى سبيل المثال نتحدث عن أكثر من 1,300,000 طفل يعانون من سوء التغذية المتوسط. هناك ما يزيد عن 320,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم، وهو خطير جدا، قد يؤدي إلى الوفاة أو يؤدي إلى التشوه في البناء الجسمي أو البناء الذهني للطفل. وثقت المنظمة الدولية تردي الأوضاع الصحية في عموم البلاد وتوصلت إلى واقع يكشف حقيقة المأساة. قد لا تكون المساعدة المقدمة كافية لإنقاذ الأجساد الهزيلة التي تغص بها بيوت اليمن المحاصرة. ومنذ نحو عام تقول اليونيسف فقط أعداد المرضى قدرة استيعاب المستشفيات والمراكز العلاجية، وتوقفت معظمها عن العمل بسبب الحرب والحصار. هؤلاء هم أكثر من يدفع ثمن حرب ليسوا طرفا فيها، جيل بأكمله يتهدده الموت والتشوهات النفسية، فهم حتى في النزوح واللجوء ومنازلهم أيضا يفتقدون لمستلزمات الحياة. أما ما قد يكون أشد وطأة وأطول أمدا على أطفال اليمن فتلك الصدمات النفسية من هول ما رأوا وسمعوا من قتل ودمار ودماء، قصف من الأرض والسماء، وهو ما لا تخلو منه مدينة في اليمن تقريبا. ذلك غيظ من فيض، تقول المنظمات المحلية والدولية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تتعرض له الطفولة. وبعدما أخفق الجميع في إيقاف حرب الميليشيا ليس أقل من توفير الأموال اللازمة لإغاثة من جعلتهم الحرب يتامى وجوعى ومرضى وأميين. في يمن من لم يقتله الرصاص قد يقتله المرض والجوع.